عناصر فريق الرجاء او لاعب الوسيلي يعطي الامتار القانونيه لعناصر فريق النادي القنيطري من اجل تنفيذ ضربه خطا اللي غينفذ هناك اللاعب العميد بورواس وكذلك اللاعب الولجي. من سينفذ؟ بورواس هو اللي كينفذ. خطيره وهدف تسلل او تسلل، تسلل بالفعل تسلل. فريق النادي القنيطري يسجل الهدف والحكم المساعد الثاني يعلن عن تسلل. نطلب من المخرج عبد الحق العمري انه يعطينا هذه العمليه باش نعرفوا على هل كان هناك تسلل ام لا. كان تقدم ديال الزكروبي باتشي في بدايه ديال العمليه، ولكن اللي قاصه في الاخر هو المسكيني. ربما الاختصاص هنا ربما ذاك القصه اللي قاصها الزكروبي اثرت على التسجيل ديال الهدف ديال المسكيني. على اي هدف مرفوض لفريق النادي القنيطري، هدف التعادل مرفوض والحكم المساعد الثاني هو من اعلن عن التسلل. ولا كان ممكن تعاود اللقطه لانه الزكروبي كان الزكروبي اللي قاصه هو اللي كان تقدم، ولكن اللي سجل الهدف هو عادل المسكين. المخرج هنا متقدم، هنا متقدم الزكروبي ولكن بقى الكره ما خرجات والمسكيني جاي من الوراء. اذا اللقطه غيتحسب فيها لانه ساهم في العمليه الزكروبي، غيتحسب الزكروبي هو المتسلل. على اي